السلام عليكم، أنا اسمي أيمن إبراهيم أبو النور، من سكان قرية الأزازة مركز المنزلة الآلية. أنا من حوالي يمكن شهر قدمت شكوى أو شهر ونص قدمت شكوى بين الصرف الصحي في الشارع. المفروض إن شارع مدرسة ما فيش إلا الشارع ده المدرسة، يعني في الشارع تاني بودي المدرسة إلا الشارع ده. الشارع ده طبعا كان الصرف الصحي ضرب فيه، وقعد فترة لما اشتكيت لحضراتكم وجا عملوه كده. مش هقول لكم على وضع الشارع بعد ما اتعمل، يعني عامل ازاي. المهم الحمد لله خلصنا من الشارع. الشتاء مشكلة كل سنة، الشتاء بقى الشتاء بينزل الشتاء في الشارع ده بيبقى مسبح مية، يعني مش شارع. لا ممكن يتعمل للسباحة، يعني ممكن الأولاد بيسبحوا فيه، يعني الأولاد بتشوفوهم طالعين ونازلين وشي جايين شيطين مش طبيعي، يعني مية مش طبيعية بتبقى في الشارع. الشارع طبعا بينه وبين الأسفلت بس إنه 100 متر، يعني لو محافظة أو حد من اللي بينتبهوا أو الناس اللي هي عايزة تشتغل، يعني مجلس محلي او مجلس مدينه او اي حاجه، طبعا كان خد باله ان بين المدرسه وبين الاسفلت حوالي 100 متر، اللي هو الشارع بتاع المدرسه ده 100 متر، يعني مش محتاج اكتر من كده. طبعا الاسفلت قعدوا سافرته فيه بالهم من ايام، يعني اكتر من 15 سنه لما وصلهم في كيلو متر، يعني بيعملوا كل سنه بيعملوا 50 متر يعني او حاجه. لما وصل اول شارع المدرسه وقفوا على كده وانتهت القصه على كده. طب سافرته الشارع ولا بيسيبوا يعني مدرسه شيء بتشوفها مسبح، شارع للسباحة مش شارع مدرسة. بتشوف الأطفال، أطفال صغيرين طبعا ابتدائي، شيء يعني الصبح شيء مهزلة بيحصل في الأطفال الصبح. لا أنت شايل إن عندك ولد أو اتنين بدك تشتري الولدين، توك توك ممنوع يدخل، التوك توك 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 اللي هو توك توك ممنوع يدخل، موتوسيكل ممنوع يدخل، ما فيش. لازم يا تشتري ولادك يا إما تسيب ابنك هو نصيبه بقى، يعني يوصل المدرسة كويس، يرجع لك مبلول، يرجع لك طينة، يرجع لك مش عارف. فيا ريت في حل يعني.